عمران وبرشيش والحارس حارس الكابا مدى عمار. هذه الصورة التذكارية لشبيبة بجاية، وكانت منذ قليل صور لاعبي أهلي البرج. تركيز كبير في هذا اللقاء. شريبة غربي، غربي قائد التشكيلة البرايجية، قائد التشكيلة البرايجية. غربي رقم 23، خديرية سفيان. قبل أن يحط الرحال في بجاية، هذا المغترب والذي تقمص فيما سبق ألوان وفاق السطيف. خديرية سفيان، صورة جميلة، صورة جميلة تنبئ عن أخلاق ومستوى رياضيين، ربي يبارك فيهم إن شاء الله. بن مسعود، صورة أول عليه كثيرا، إضافة على الأقل الإضافة التقنية اللازمة، الإضافة التكتيكية دفت بدلاء جي سامبي، منير زغدود، الولي الأسبق، رزين الهادئ، وضربة الانطلاقة بدون تمهيد مباشرة إلى التماس لصالح فريق الكابا دون تقديم. صافرة عبيد شارف ومباشرة إلى الضغط على مرمى الزوار. اثنين حكم اللقاء يقول لمسة يد لصالح فريق شبيبة بجاية. دون تمهيد ينطلق اللقاء بضغط المحليين على الزوار. عياد يتركها لسفيان خديرية لتنفيذ هذا الخطأ إلى وسط الميدان مباشرة بالرؤوس للتماس. حكم اللقاء يقول لصالح شبيبة بجاية، ولو انه اصطدمت براس احد لاعبي فريق اهلي البرج، ولو انه اصطدمت براسه احد لاعبي شبيبة بجاية. في الصورة يمين بوغرارة، الحارس الدولي الاسبق ابن عين مليلة. الجراد في مهمة صعبة والضغط يزداد عليه بفعل التواجد الكثيف للجراد هنا على المدرجات. تماس مرة أخرى. اللقاء بعد دقيقتين يلعب على الرواق الأيسر للكابا وعلى الرواق الأيمن لجيا سامبي. بانتظار تنفيذية التماس. برشيش، برشيش كسيلة، نعم برشيش كسيلة، وتفتك ترجع مرة أخرى بين أخذ ورد. واحد اثنين، توزيعة وتصطدم، تخرج للتماس لهذه المرة لصالح فريق شبيبة بجاية بعد اصطدامها باللاعب بوعافية. لقاء يلعب على تفاصيل، يلعب على الأعصاب، لقاء مصيري لكلا الفريقين. أي فريق يلعب هذا اللقاء تحت عنوان الخطأ ممنوع، خاصة لأصحاب الأرض الذين يعولون على الاقتراب من البوديوم ووضع على الأقل إيجاد موضع قدم، موطئ قدم للكابا داخل هذا البوديوم. دفع لعياد ويستفيد هذا الأخير، قلت دفع عياد يستفيد من هذا الأخير، من دفع من كوريبا. جانب الأنصار كلمة جوي جوي، ألعبوا ألعبوا، نعم متعونا، استمتعوا ومتعوا. عبيد شارف الدولي ومفخرة السفارة الجزائرية، نعم أيها الأنصار على اللاعبين أن يستمتعوا ويمتعوا، ونستمتع أيضا برفقتهم، ومتعوهم أنتم بأهازيجكم، بهتافاتكم، بتشجيعاتكم طوال هذه 90 دقيقة. خديرية سفيان لتنفيذ الخطأ. زين شريف قائد التشكيلة الجوية الخطأ، تك ترجع مرة أخرى. لعب في وسط الميدان، وحرب وسط الميدان لمن سوف تكون الغلبة. هل هي مرحلة جث النبض؟ أوه جميلة جميلة، ولكن تفتك ما كانتش التمريرة الثلاثية وآخرتها بالعقب، لكن تفتك من طرف الكابا. ترجع إلى وسط الميدان، تمريرة جميلة ولكن بعيدة، بعيدة مباشرة إلى خديرية. ضغط ولو انه طفيف من طرف المحليين في هذه الاثناء ينبئ بان ان كانت ابتسامه لاعبي البرج
فإنما هي ابتسامة رضا وثقة في النفس على أمل أن يباغت الضيف. وبالمقابل البجاويون في مهمة الحفاظ على مركز الوصافة. أوه توزيعة جميلة. أوه هكذا اللقاء يقول ولا شيء. قول ولا شيء. ترجع مرة أخرى الكرة طويلة وبعيدة. مباشرة خارج أرضية الميدان. وأخطاء كما أخطاء نقدر نقول عليها أخطاء في المراقبة. بالنسبة للدفاع البرازيلي قد تكلفه غاليا خاصة في هكذا توقيت وفي المواقيت الحساسة مع انطلاقة هذا اللقاء في هذا التوقيت بالذات. شاهدنا ليلة أمس لاعب سياني. نعم أمين. الآن في هذه الدقيقة بالضبط أمل بوسعادة يفتتح باب التسجيل في ملعبه أمام ثالث الترتيب جمعية عين مليلة بهدف مقابل صفر. بوسعادة تفتتح إذا باب التسجيل أمام أمل عين مليلة. شكرا. شكرا أمين. العفو رضا. شكرا. واللقاء يلعب ونرى في الصورة المدربين وهما على أعصابهما. الكرة الجوية في وسط الميدان. التوزيع والانتشار الجيد للاعبي شركة بجاية. يتصل به الكرة تقريبا الكرات مليمترية ولكنها تقص في آخر المطاف. غياب اللمسة مباشرة. 6 أمتار وتغطية ممتازة. تغطية ممتازة من الكبا. لقاء يحمل في طياته أكثر من حساب. يهم هذا اللقاء ليس فقط كلا هذين الفريقين الكابا والشباب البجاوية ولكن أيضا يهم صاحب المركز الثالث ويهم أيضا صاحب المركز الخامس جمعية أولمبي شلف برصيد 45 نقطة خاصة أنه جمعية أولمبي شلف المتنقلة إلى صاحب المركز قلت إلى صاحب المركز الثاني عشر مولودية العلمة إلى ملعب مسعود زغار. الكرة تخرج للتماس. رضا. نعم. غالي معسكر في هذه اللحظات بواسطة ركلة جزاء يفتتح النتيجة على حساب الضيف شباب عين الفكرون. هدف مقابل صفر في ملعب آخر أيضا. شكرا على هذه الإفادة زميلي أمين. شكرا شكرا شكرا. الكرة الجوية. الكرة الجوية ماذا يحدث بالضبط؟ حاول الترويض أم الفات أم التمريرة؟ الرجوع إلى الخلف كمبدأ للأمان. تمريرة مرة أخرى. 1-2. الكرة مازال ما خرجت. حكم اللقاء يقول خرجت. حكم اللقاء يقول خرجت بالفعل. الحكم المساعد إتشعلي يرفع الراية راية خروج الكرة خارج أرضية الميدان. تماس. الكرة برايجية بهدوء وحذر شديدين. تلعب أهلية البرج مع اعتمادها على الهجمات العكسية. أوه الانفلات الانفلات تغيير الجناح وهذا سنين لكنها تقص. قلنا انتشار لاعبي شبيبة بجاية جيد إلى حد الآن يقابله إصرار البرايجية لترجيحها الكفة. شوف التوزيعات الجميلة. شوف التوزيعات مازال ما خرجتش. مازال الفتح يستفيد. حابل بالفعل تصطدم به تخرج 6 أمتار. 6 أمتار. 6 أمتار وتغطية ممتازة. تغطية ممتازة. تغطية ممتازة. المدرب المساعد. المدرب المساعد وفي الصورة أيضا اليمين بغرارة. اليمين بغرارة على أعصابه. في وضع لا يحسد عليه في هذا اللقاء خاصة أنه أمام جمهوره وهو من يمني نفسه بالزاد كاملا في هذا اللقاء على أمل تعثر عين مليلة للارتقاء للمنصب الثالث والمركز الثالث وبوديوم الثلاثي المؤهل ولو مؤقتا إلى الصعود إلى حظيرة الأضواء حظيرة الكبار القسم الوطني الأول المحترف. الكرة الجوية سريعة ولكن بعيدة مباشرة. 6 أمتار للحارس بدا عمار. رضا. نعم امين. نتيجة هذه المرة على المستوى المشاركة الافريقية وفاق سطيف يسقط بنتيجة ثقيلة في ملعب تيب مازامبي برباعية كاملة مقابل واحد. هو الشبح هو الشبح شبح البطولة الافريقية وشبح الاندية الجزائرية تيب مازامبي. اوه خطيرة 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 خطيرة. ماذا يفعل؟ هل يراوغ؟ هل يتواغل؟ هل يوزع؟ ماذا يفعل؟ يفضل يرجع يستفيد من مخالف. حكم اللقاء يقول ولا شيء. حكم اللقاء يقول ولا شيء. حكم اللقاء قل لك ولا شيء. اوبوبو شوف مازال تو القذف ولكن مباشرة تمر 6 أمتار للحارس. قلت لي الحارس سفيان خليرية بعافية
كان وحيدا وكان هاشم بوعافية كان بإمكانه. هذه كانت آخر قذفة للشوطي. شوطي باسم رضا. نعم أمين. أستسمحك كثيرا لأن المعلومات تتهاطل الآن. جمعية عين مليلة تعدل النتيجة في بوسعادة بهدف لمثله. جمعية عين مليلة تعدل النتيجة في بوسعادة. شكرا أمين. عفو الزميل رضا. والكرة برايجية، الكرة برايجية توزيع أرضية ولكنها تفتك وتصطدم بعياد الشريف. ترجع إلى وسط الميدان. محاولة الهجمات العكسية للبرايجية ومحاولة بناء الهجمة على الجهة المقابلة لشبيب بجاية. اعتماد الكرة الطويلة ولكنها تقص بالرأسية البرايجية مباشرة إلى التماس لصالح فريق شبيب بجاية. اللقاء يلعب والنتيجة دوما على حالها 0-0 بعد مرور 10 دقائق وفي ملعب بوسعادة النتيجة متعادلة وهدف لهدف. الرأسية مباشرة إلى التماس. ما زالت تقريبا 80 دقيقة في المسار. شكر أيضا موصول لإداريي ملعب 20 أوت بالبرج على كل التسهيلات. شكر موصول أيضا إلى إلى لجنة أنصار شباب أهلي البرج على التنظيم وعلى الدعم. مخالفة. مخالفة تستفيد منها البرج بعد تدخل على كوريبا من بن سايح. بن سايح سريع ما شفناش لحد الآن. واليمين بوغرارة حائر. البحث عن المنفذ. فضل يتركها لزياد حمزة. زياد بيمناه إلى رأس من يا ترى؟ يمنى حمزة. يا حمزة يا زياد في وقت مثل هذا التركيز لا زال متواصلا. زياد زياد ماذا يفعل زياد؟ وإلى رأسية من؟ هي مقوة نحو المرمى أم ماذا؟ على بعد حوالي 30 متر على يمين الحارس سفيان خضيرية. ماذا يفعل زياد؟ زياد 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 التمريرة مباشرة نحو الأوبابا. والرأسية ولكنها بالخطأ ترجع مرة أخرى. تجار حرب الرؤوس وحوار الرؤوس. حكم اللقاء يقول ما فيش. يقول بالفعل بالفعل لمسة يد وبل فيها مخالفة لصالح شبيب تبيجايا. وفي الصورة نياتي بالقاسم دخل على لاعب المحور على عبد اللي مراد. 12 دقيقة والنتيجة كما انطلقت دوما بيضاء 0-0 ما بين الكابا وجي اس ام بي هنا بملعب 20-56 ببرج بوعريريش. الكرة بالخطأ ترجع لشبيب بجاية. دلي طويلة ولكنها تقص. حكم اللقاء يقول ولا شيء. دائرتي المركزية الكرة ترجع بجاوية. هو التعزيز شنطة فريناس. الواعية حمزة بالخطأ ترجع لكن مرة أخرى سفيان خضيرية إلى الأمام بعيدة بعيدة وتدخل موفق. تدخل موفق للتماس مباشرة. أوشن فريناس في تنفيذ التماس. ظهير الأيمن شبيب بجاية. 1-2 لكنها تفتك بذكاء. ترجع الكرة بجاوية. برايجية عفوا. اياد شريف زين شريف عفوا. قيد التشكيلة وبهدوء بهدوء كثير بهدوء شديد. تجري الكرة مباشرة للتماس صالح فريق شبيبة او الاهلي البرج. مبدأ الأمان الرجوع إلى الخلف بغية إخراج لاعبي قلت لاعبي شبيبة بجاية من مناصبهم من أماكنهم وكأنهم مسمرون في في أماكنهم. بالخطأ ترجع شبيبة بجاية عندها ما تقول بأرمدة لاعبيها. لاعبين ممتازين ممتازين تستحق فعلا تواجدها ضمن الكبار. أدت موسم مشرف
ومن شخصية الفريق أنه بعدما كان متحصل على المرتبة السابعة في مرحلة الذهاب يعود وبقوة للمركز الثاني في الترتيب العام وأحسن فريق في مرحلة العودة. خلف لصلاح فريق شبيبة بجاية. الشوطي باسم اعتمد الخطأ بغية على الأقل للتقليل من هجمة كادت أن تشكل خطورة على محور دفاعه وعلى الجبهة الخلفية وعلى مرمى الحارس مدة عمار. الكرة بجوية إلى الأمام مباشرة ستة أمتار ولا أحد في الاستقبال. مداح والأنصار يصنعون أجواء المتعة والفرجة. الكرة بريجية بناء نسقت والربع ساعة هذا ومرحلة جلس النبض طالت إلى غاية الآن. تقريبا كل فريق عرف مواطن القوة ومواطن ضعف الآخر. ما على اللاعبين إلا التنفيذ والالتزام بتوصية المدربين أو المدربين. الكرة بريجية في وسط الميدان. ثلث النصف الأول قد انقضى. 30 دقيقة في المزاد من المرحلة الأولى. أحمد مسعدية وتهديد صريح. أحمد مسعدية ينفرد من الدفاع وارتقاء ولا أروع، وكان أروع منك يا أحمد يا مسعدية. وخضير يا سفيان شوف التوسيعة المليمترية مباشرة وارتقاء أحمد مسعدية تخرج مباشرة للركنية. ستة أمتار بلية ركنية. إعادة الركنية مرة أخرى لصالح فريق أهلي البرج في تنفيذها الشوط باليسرى مصوبة نحو الرؤوس إلى رأسية مان. كان وحيدا كوريبيا إلياس. كان وحيدا في محاولة التوغل أمتار. تهدئة اللعب يا أمين. إلى غاية الآن مرت 17 دقيقة. كيف راك تشوف اللعب؟ ما نقدرش نتوقع في لقاء كما هذا شكون هو الفايز، لكن كيف راك تشوف في طريقة اللعب؟ مبدأ الأفضلية لمن يا ترى؟ نعم. والكرة يا امين، شفنا ضغط متواصل يا امين. الضغط متواصل. هذا كنا نشهدوا فيه إلياس كوريبيا حاول يسجل، عنده في رصيده إلى غاية الآن 6 أهداف. حاول أن يمضي على الأقل الارتقاء في سلم هدافي بطولة القسم الوطني الثاني. إن شاء الله السلامات يا عزيزي. إن شاء الله السلامات يا بن شعيرة. خريج المدرسة البسكرية، اللاعب الأسبق لاتحاد بسكر هذا بن سايح، وتوصيات المدرب منير زغدود. لحد الآن السيطرة على أرضية الميدان والاستحواذ والأكثر فرص للوصول للمرمى هي من جانب نادي شباب بورت خليجي.
استثمار لعاملي الأرض والجمهور وأيضا لربما النتيجة التي مسجلة في بوسعادة والتي تشير بهدف مقابل هدف تقدم بوسعادة وعادت جمعية عين مليل. نعم هي ربما هذه النتيجة التي لا تخدم أبدا، لا تخدم أهلي البرج، لا تخدم شباب البرج، لا تخدم الكابا. في انتظار استفاقة كلا التشكيلتين نود الفرجة والمتعة، نود هز الشباك من كلا الفريقين، لا تهم الغلبة لمن نتمنى أن تكون الغلبة للروح الرياضية. هكذا هي كرة القدم التي نريدها، وهكذا هي فلسفة كرة القدم وروح كرة القدم. الكرة بريجية، الرجوع إلى الخلف كمبدأ للأمان. هناك خلف، هناك خلف، تمريرة إلى الأمام حيث كوريجا، تغيير الجناح مباشرة ينوع أهلي البرج في لعبه على الرواقين، وتدخل زين شريف مباشرة بالرأسية. الكرة تبقى جوية، حاولت الضغط على عبد اللي مراد، عبد اللي وجها لوجه مع زياد حمزة. حكم اللقاء يقول مخالفة لعبد اللي، حكم اللقاء يقول مخالفة لعبد اللي. بعد تدخل زياد، روح رياضية هكذا نريدها يا حمزة ويا خالد. زين شريف أكبر لاعب في تشكيل الجوية، خبرة يفضل يتركها لحارس سفيان خضيرية لتنفيذ هذا الخطأ. غير راضي إلى غاية الآن المدرب يمين بغرارة. خضيرية باليسرى إلى وسط الميدان نحو الرؤوس البريجية، ترجع مرة أخرى وعافية وعافية، يستفيد من خطأ على خط الدائرة المركزية. الكرة تبقى بريجية بعد مرور 21 دقيقة، تقريبا ربع اللقاء قد انقضى تقريبا. الكرة لا تزال بريجية، البحث عن المنافذ صعب جدا في ظل وجود خصم مثل شبيب سبيجايا يحسن التفاوض. خير دليل على ذلك المركز الذي يتموقع فيه هو مركز الوصافة خلف الرائد مولودية بيجايا، ولو على بعد أربعة نقاط. مولودية بيجايا التي تستقبل في هذه الأثناء فريق شباب باتنا الذي يعاني الأمرين، رفقة كل من غالي معسكر وشباب عين الفكرون. الحنكة والذكاء لسفيان خضيرية فوت فرصة أحمد مسعدية. هو حوار آخر كروي لكن ثنائي ما بين خضيرية ومسعدية. مسعدية مباشرة إلى وسط الميدان نحو الرؤوس البريجية، ترجع مرة أخرى. واحد اثنين، محاولة بناء الهجمة من طرف شبيب تبيجايا. مبدأ الأمان والرجوع إلى الخلف. كرة بريجية وفي بوسعادة النتيجة تتغير، هدفين لبوسعادة، هدف لأمل عين مليلة. مباشرة للتماس لصالح فريق شبيب بيجايا بعد تدخل غربي. غربي هذا هو غربي لاعب فريق شبيبة أو شباب أهلي البرج. غربي مسعود مرة أخرى تماس لصالح فريق أهلي البرج. والوقت يمر واللعب بحذر من كلا التشكيلتين حتى منطقة التعادل لا يخدم مصلحة الفريقين في هذا اللقاء. كل نقطة بميزانها خاصة في الجولات الأخيرة وفي اللقاءات الأخيرة المتبقية من عمر البطولة، ونحن على عتبة نهاية. عرقلة من الخلف بالفعل، عرقلة يستفيد منها، تستفيد منها الشبيبة البجاوية بعد عرقلة والناس. والناس حمزة،
رضا. نعم مين هذا بعد رحلت غربي؟ نعم احد المناصرين سينقل عبر سيارة الاسعاف الى المستشفى الجامعي هنا على مستوى بلدية برج بوريج. اتمنى له السلامة ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله تكون سلامات وتمر هذه اللحظات الحرجة بردا وسلاما على الكل. شكرا زملائنا التقنيين على هذه الصورة. ينقل في الحين الى المستشفى ان شاء الله تكون سلامات ويرجع يكمل معنا مشوار ويتمتع بما تبقى من دقائق هذا اللقاء. طويل اوبوبو عملية الصد ما زالت الخطورة وعلى مرتين. مداح 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 وجريبع وكاد كاد جريبع لولا براعة مداح. اوه مرة أخرى الهجمة العكسية بسعدية. سعدية ماذا يفعل؟ آلية توزيعها نحو أبو عافية. أبو عافية الرجوع الرجوع يبحث عن المنفذ محاولة توغل هي التمريرة ما زال أبو عافية وترجع مرة أخرى. أوه بعيدة 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 يا نياطي بعيدة يا نياطي بعيدة بعيدة بعيدة. هذا كان هذه كانت التوليفة الثلاثية سعدية أبو عافية ونياطي. هذه كانت التوليفة الثلاثية التي زادت حماسا. هذه ينجد بالإعادة مرة أخرى أولها ثم جربيع ومداح عمار يتألق بصد ركلتين مباشرتين مصوبتين نحو مرمى من الحارس للحارس من خضيرية إلى عمار مداح. الكرة بريجية 26 دقيقة 26 دقيقة مكمن الخطورة شفناه نوعا ما في هجمات أهلي البرج مقابل محاولة واحدة لشبيبة بجاية ومع هذا ثلاث محاولات لأهلي البرج ومحاولة وحيدة لشبيبة بجاية. الكرة بريجية حاولت القنص والخط لكن ترجع الكرة مرة أخرى لشبيبة بجاية بناء الهجمة بعد اثنين تفتك ترجع الكرة بريجية جدا بوعافية وتخرج السفيد بوعافية من تماس يا السفيد بوعافية وشبيبة بجاية السفيد من تماس عفوا. يمين بغرارة يشحن لاعبيه ويحثهم بالتزام أماكنهم وبتطبيق توصياته. حكم اللقاء يقول مخالفة حكم اللقاء يقول مخالفة لشبيبة بجاية بعد التدخل على لاعب شبيبة بجاية كمال بن مسعود من طرف الشوطي. الشوطي باسم وتدخله على كمال بن مسعود. احتكاك لا يمنع ان نشاهد الروح الرياضيه في هذه الصوره مثلا صوره انصار شبيبة بجاية صوره انصار التراس شبيبة بجاية. التوزيعه جويه نحو الامام مباشره بين احضان الحارس ومقصيه بالغرب الهداف ويتألق مداح بالغرب الهداف ويتألق مداح 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 أنقذ مرماه بأكثر من مرة. تألق تألق كم أنت أنيق أيها المتألق يا عمار عمار عمار. مداح يتألق وكانت مقصية مقصية بالغربي ولا أروع ولا أروع. هذه الوعود التي نريدها هكذا توفون بعودكم بنسوجكم بمحاولاتكم بهذه الطريقة الجميلة. هذه هي الصورة الحقيقية للكرة الجزائرية. تنفذ الركنية نحو الرؤوس مباشرة ستة أمتار مقوسة ستة أمتار هي خمسة أمتار وثمانين على وجه التدقيق لصالح فريق أو للحارس عمار مداح المتألق إلى غاية اللحظة. شوفوا الإعادة شوف الإعادة مع زملائنا التقنيين نشكركم زملائنا التقنيين. هذه الأولى ثم يخطفها بالغربي أوبوبو أوبوبو بالغربي بالغربي ومداح بالغربي ومداح في أجمل صورة بالغربي ومداح في أجمل صورة أعيدها وأكررها. الكرة بجاوية تفتك ترجع للرؤوس حكم اللقاء يقول ولا شيء. بوعافية فضل يرجع للخلف نعم سعدية. الكرة نحو كوريبيا كوريبيا إلى الأمام تغير الجناح مباشرة شوف واحد اثنين وزيان الشريف هو اللي كان في الاستقبال ليس الأرجل البريجية ولكن الأرجل البجاوية. الكرة مازال ما خرجتش حكم اللقاء يقول ما خرجتش والتوزيعة إلى الأمام
في حوار ثنائي، تخرج للركنية، تخرج للركنية بعد تدخل الرزين والهادئ الياس زين الشريف. قائد التشكيلة الجوية زياد، زياد حمزة، زياد جانب من أنصار البرج، مشحونين برؤية شباك الخصم تهتز، لكن نحن نلعب هذه الدقائق. وترجع نحو الرؤوس، حكم اللقاء يقول ركنية. هي ستة أمتار، ستة أمتار ليست ركنية، ستة أمتار. يا عبيد الشارف الحكم الدولي يدير هذا اللقاء نظرا لأهمية هذا اللقاء. هذه كانت رأسية برشيش كوسيدا. حكم اللقاء قال ما فيش ركنية. رأسيته كانت مباشرة خارج أرضية الميدان. مباشرة للحارس مداع عمار. دون أن نقلل من قيمة الحارس الثاني للكابا نافع علي. الكرة بريجية. كرة بريجية واحد من برشيش كوسيلا. كوسيلا تغيير الجناح مباشرة لإرباك الخصم، لعب على الرواقين وبسرعة واعتماد الكرات الطويلة والعالية، بإمكانه أيضا سرعة الفارق في اختفاء الضربات أو الكرات الثابتة. حتى لاعبي شبه بجاية يحسنون الانتشار والمفاوضة في وسط الميدان. شوب مباشرة كوريبيا، كوريبيا محاولة توغل، تغطية ممتازة ويستفيد من ركنية. حكم اللقاء يقول ركنية بالفعل، حكم اللقاء يقول ركنية، ركنية ولا تحتج، لا تحتج يا عزيزي. هذا كان ذكي كوريبيا، غطاله المدافع لكن تركه يلمس الكرة وتخرج مباشرة للركنية. زياد حمزة باليمنى هذه المرة، توزيعة مصوبة نحو الرؤوس من أمام الحارس ظهيرية سفيان، بعيدة بعيدة للزاوية الأخرى، لكن بالخطأ 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 وتسترجع الكرة. لعب هادئ، شفنا نفوس، شفنا عروض، خلنا نشاهد مستوى مثل هذا في باقي اللقاءات. وإن دل فإنما يدل على طبيعة اللقاء من جهة ومن جهة أخرى، ولعلها الأهم مستوى المدرستين، مستوى اللاعبين. وعافية في الصورة، وعافية هاشم. ترجع الكرة مرة أخرى بريجية، الرجوع إلى الخلف، بغية ضبط المناصب، ضبط الخطوط، واللعب يعتمد على لعب الكرات الطويلة. مباشرة لتماس صالح فريق شبه بجاية، يستفيد منها أو يستفيد منها زياد حمزة لصالح أهلي البرج بعد مرور 42 دقيقة. يتركها زياد عمران على الرواق الأيمن لأهلي البرج. عمران محاولة رميها إلى حيث منطقة 18 متر بالفعل نحو الرؤوس. بو بو بو. غير مصوبة، غير مصوبة، غير مصوبة، وغير دقيقة مباشرة. ستة أمتار للحارس خديرية. كانت قذفة شوطي بس. عاودوا الإعادة، شوف الإعادة مرة أخرى، ما كانش ربما ينتظر فيها، ما كانش مستعد للقذف باليسرى. وكأن الكرة ارتمطت فيه، ارتمطت فيه عفوا. منير زغدود نرفز غير راضي. جانب من الأنصار أيضا من أموا هذا الملعب وأمنوا هذه الصور الجميلة. حكم اللقاء يقول مخالفة بالفعل على غربي. غربي مسعود أكبر اللاعبية البريجية سنا تقريبا. والتوزيع نحو الرؤوس ولكنها تصد، ترجع مرة أخرى. أوب أوب أوب. واحد اثنين. حكم اللقاء يقول ولا شيء، قول ولا شيء، والكرة تبقى بجوية. التوزيع في وسط الميدان، حكم اللقاء يقول مخالفة لشبه بجاية، مخالفة لشبه بجاية بعد عرقلته الناس. من طرف زياد تباليه خيرا ما فعل، كانت بإمكانها هذه الهجمة تشكل خطورة على الحارس مداح عمار المتألق إلى غاية اللحظة.
مباشرة لزمن صلاح فريق علي البرج. الكرة كانت بعيدة على بن سايح. مسيرة القامة ولوينو سريعة. ويحسن الركض بالكرة. أم عندي. مباشرة إلى الحارس مدع عمار. تقريبا 35 دقيقة. النتيجة دوما بيضاء، صفر مقابل صفر. هل سوف تهتز الشباك في هذه الأثناء أم هو شوط المدربين؟ ببساطة وبهدوء. حكم اللقاء يقول مخالفة. قول مخالفة وإن شاء الله السلامات. بيتشرف تدخلاته وانضباطه، تدخلاته في المكان المناسب. ما شفناش بطاقات إلى غاية اللحظة. يدير اللقاء بأريحية. خبرة وحنكة ورزانة. برشيش. روح رياضية إلى غاية اللحظة. كل من شاهدوه هو نسوج، عروض، لعب، ركض، جري، دحرجة الكرة. أيضا الروح الرياضية هي التي تهندس كل هذه الأشياء. وعافية في حواره مع بيتشر. جانب من الأنصار. رضا. نعم أمين. لحد الآن النتيجة الأشواط، مولودية بجاية صفر، شباب باتنا صفر، أمل بوسعادة اثنين، علم ليلى واحد، البرج وبجاية هنا صفر مقابل صفر، جمعية وهران واحد، شباب بتسيدة واحد، غالي معسكر اثنين، شباب عين فكرون واحد، مولودية سعيدة صفر، الرائد القبة صفر، مولودية العلمة صفر، جمعية شلف صفر، ووداد تليم سنادف، سريع غليزان صفر. شكرا عزيزي، شكرا شكرا أمين بومهني، شكرا زميلي. واللقاء يلعب بهذه التفاصيل. عيد واذكر، مولودية بجاية صفر، شباب باتنا صفر، امل بوسعادة هدفين، جمعية عين مليلة هدف، جمعية وهران هدف، شبيب تكيكدة هدف، غالي معسكر هدفين، شباب عين الفكرون هدف، مولودية سعيدة صفر، رايد القبة صفر، مولودية العلمة صفر، جمعية الشلف صفر، وداد تلمسان هدف، سريع غليزان صفر. وهذا اللقاء الذي ينقل أمامكم من على الشاشة الصغيرة عبر زير تي في. شباب أهلي البرج صفر، شبيب بجاية صفر. الكرة بريجية. هذه النتائج المؤقتة للأشواط الأولى. لقاءات كلها انطلقت في نفس التوقيت، أي في الرابعة من عصر اليوم الخامس، أو يوم السبت الخامس من شهر ماي 2018. الكرة بريجية. مراوغة جميلة. وعد اثنين ولكنها تقص. حكم اللقاء يقول مخالفة لصالح فريق علي البرج. بعد عرقلة، قلت بعد عرقلة برشيش كوسيلا. بابتسامة تعلوها صرامة أيضا. هكذا هي ردة فعل الحكم الساحر الرئيسي عبيد شرف. غربي في تنفيذ المخالفة. غربي مباشرة نحو الرؤوس، مصوبة نحو الرؤوس المتحررة، لكن لا أحد في الاستقبال سوى الأرجل البجوية، محولة إياها مباشرة إلى الحارس مداح عمار. أدى تقريبا شوط أكثر من رائع مداح. أنقذ مرماه من لحظات حرجة كادت أن تقلب كل الموازين هنا على أرضية ملعب 20 أوت ببرج بوعريريج. كرة دوما برايجية، واستحواذ الكرة أكثر منه برايجي. عافية. هو كوريبيا إلياس يستفيد بجاوية من تماس. بعد تدخل كوريبيا فيه في الصورة، بعد تدخله بالكرة وإخراجه لكرة عياد حمزة لتنفيذ عبدالي مراد. يرجع مرة أخرى كوريبيا، يستفيد من خطأ، من خطأ على يسار على مقربة من مرمى الحارس خضيرية سفيان، على مقربة منه على يساره بحوالي 30 متر. أحرج كثيرا الدفاع البجاوي. هذا كوريبيا نشهد فيه في الصورة منذ قليل.
الوزياد حمزة من سوف ينفذ المخالفة أم يتركها البعافية هاشم؟ بل هو بعافية هو من سوف ينفذ. دوما أمام الكرة زياد أيضا. هذه توجيهات يمين بغرارة. قدر يتركها زياد. يسرى زياد حمزة. حمزة زياد. حمزة باليسرى. مباشرة نحو وش تضيع؟ وش تضيع؟ وش تضيع ريال برج؟ وش تضيع؟ وش تضيع؟ وش تضيع؟ برشيش كوسيلة برشيش باليمنى كادت أن تخادع الحارس سفيان خضيرية. كرة أرضية أرضية كادت أن تخادع. شوف برشيش كوسيلة خارج أرضية الميدان على بعد سنتيمترات فقط لا غير على القائمة الأيسر للحارس خضيرية سفيان. نلعب الدقيقة الأربعون ما تبقى إلا خمس دقائق. خمس دقائق تفصلوا عن نهاية النصف الأول من هذا اللقاء، الشوط الأول من هذا اللقاء الذي هو تقريبا متباين ولو أنه الضغط محلي أكثر منه للزوار. ليبا تفتك. ارجع الكرة بريجية. واحد اثنين. استرجاع الكرة أسرع منكم، أسرع أسرع، هم أسرع. أسرع شبيبة بيجاية في استرجاع الكرة من أهلي البرج. ريبا. بن سعود. التغيير لكنها تفتك ترجع بالخطأ مباشرة. حكم اللقاء يقول هناك مبدأ الأفضلية لكن يقول هناك تسلل. لكن هناك مبدأ الأفضلية. نايتي. نايتي تنرفز كثيرا على قرار الحكم باحتساب التسلل دون اللجوء إلى مبدأ الأفضلية. والحوار الكروي لغاية الآن بامتياز في شوطه الأول في انتظار إفرازات الشوط الثاني. وعافية وعافية يستفيد من تماس. حكم اللقاء يقول بالعكس يقول لصالح شبيبة بيجاية. هكذا أشار الحكم المساعد إتشعلي. سعود. سفيد الأهلية البريجي من غربي السفيد من مخالفة. لحيث عمران. عمران مباشرة إلى غربي. غربي مرة أخرى يتوزع الطويلة نحو الأمام إلى حيث كوريبيا. ماذا؟ أوه يستفيد من خطأ. في نفس المكان اللي كان تعليق قذفة كوسيلة منذ قليل. هذا تدخل عبدلي مراد. نرفزة كبيرة واضحة على تصرفات المدرب. شوف نعم بالفعل تدخل خشن عبدلي. نعم امين. اذا كان في بعض لحظات المباراة مدرب الشبيبة الجوية منير زغدود جلس فان نظيره بغرارة لم يجلس بتاتا على مقاعد بدلاء. 45 دقيقة هو وقت. يلعب داخل قواعده امام جمهوره وثلاث نقاط من ذهب بالنسبة لي في هذا اللقاء. موش غير يقفل رجليه يقدر يقف حتى على راسه. اوبا با اوبا با. ترتد الكرة ترجع مباشرة للحارس مداح. الخطورة ما زالت تدور لكن دون تفعيل دون تجسيد كل المحاولات. مباشرة الكرة تخرج للتماس لصالح فريق شبة بيجاية. رضا. نعم امين. تقريبا كل مباريات الرابطة المحترفة الثانية سجلت بها الاهداف الا هذا المباراة ومباراة الرائد مولودية بيجاية وشباب باتنا. نعم مولودية بيجاية شباب باتنا 0-0 وحاليا ايضا هنا باهلي البرج ببرج باريج اهلي البرج 0-0 لشبة بيجاية. ايضا بين سعيدة ورائد القبة 0-0. نعم شكرا. عفوا. الإشارة نعود نذكره بالحكام نادر علي هو الذي يدير لقاء مولودية بجاية شباب باتنا والحكم الياس بوكواسا يدير لقاء ملبوس عادة جمعية عين مليلة. إبراهيم مرزوق يدير لقاء جمعية وهران شباب سكيكدا والحكم إبراهيم يدير لقاء غالي معسكر شباب عين الفكرون
والحكم زواوي بوبكر يدير لقاء مولودية سعيدة رايد القبة، أيضا الحكم أمين صخراوي يدير لقاء مولودية العلمة جمعية الشلف. شوف الخطورة، شوف الخطورة، حاول التوغل والتغطية. قلت الحكم مهدي عبيد شارف يدير لقاء البرج اللي شادوا فيها الآن أمام شبة بجاية، وأخيرا فاروق ميال يدير لقاء وداد تلمسان ترع غنيزان. هذا هو حكام ساحة ثماني لقاءات هذه الجولة. ضرب ريجية ولكن التغطية في المكان المناسب مباشرة، حكم اللقاء يقول هناك مخالفة لصالح فريق أهلي البرج. بسرعة، تبقى إلا ثواني عن انقضاء الوقت الرسمي في انتظار إعلان الحكم الرابع إبرير عن الوقت بدل الضائع. توغلات جميلة ولكن دون فينيش، دون لمسة نهائية. شوب العقب، واحد اثنين جميل. رضا، نعم أمين. دقيقتين محتسبتين كوقت بدل ضائع عن المرحلة الأولى. شكرا. شوفوا في الصورة اللوحة الإلكترونية دقيقتين كوقت بدل الضائع من طرف الحكم الرابع إبرير. الحكم المنتمي من ذي قبل لرابطة باتنا الجهوية. ونهاية الشوط الأول في بوسعادة بتقدم بوسعادة رضا بهدفين مقابل واحد على صاحب المرتبة الثالثة جمعية أمل عين منيلة. هو كذلك، إذا نهاية المرحلة الأولى ببوسعادة هدفين لهدف أمام أمل عين منيلة. اللقاء في وقته الرسمي قد انقضى، نلعب الثوانية الأولى من الوقت بدل الضائع في هذا اللقاء، لقاء أهلي البرج أمام الضيف شبيبة بجاية. والرائد أيضا ينهي الشوط الأول 0-0 مع شباب باتنا. شكرا، شكرا أمين على هذه الإفادة. والتوزيعة، لكن الرؤوس البريجية في المكان المناسب. زال الخطر يحوم، زال مباشرة للحارس بأريحية سهلة سهلة بين يدي الحارس مداح عمار. هل سوف يكون هذا الهدوء وهذه الرزانة في الشوط الثاني، أم أن الشوط الثاني سوف يلعب على الأعصاب لكلا التشكيلتين؟ توزيعة جميلة إلى مسعدية ولكن مباشرة للركنية. الثواني الأخيرة والدقيقة الأخيرة بعد تدخل عياد. رضا، نعم أمين. على خط التماس عبيد شارف ينذر للمرة الأخيرة المدرب منير زغدود بعدم تجاوز المساحة المخصصة للمدربين، وأيضا هو المخول الشخص الواحد المخول له بالتدخل والتوجيه وتقديم النصائح وليس كامل الطاقم الفني المرافق له. نعم شكرا. هذه الصورة أمير زغدود الهادئ الخلوق. شوقي بيسراه نحو رأس من؟ هل هو رأس بجاوي أم هو رأس برايجي؟ هو الرؤوس مباشرة، ستة أمتار ربما بعدها مباشرة سوف يعلن الحكم بصفيرته نهاية المرحلة الأولى من هذا اللقاء بعد انقضاء الوقت الرسمي ودقيقتي الوقت بدل الضائع. شوف الإعادة مرة أخرى. الراسية مسعدية خارج المرمى. الصافرة للتو معلنة نهاية المرحلة الأولى على النتيجة التي انطلق عليها 0-0. أمين، نعم هذه إذا كانت على النتيجة التي انطلق عليها مشاهدينا، ومع انطلاقة المرحلة الثانية نلقاكم إلى ذلكم الحين. ابقوا أوفياء لنا على الزاير تي في، ومن هنا من عاصمة البيبان من برج باريريج نجدد لكم التحية. دورة تكوينية لتصبح محترفا في قيادة آليات الأشغال العمومية، احترافية في الاستقبال والتوجيه، محاضرات نظرية وفق المعايير الدولية، تدريبات افتراضية في القيادة هي الأولى من نوعها في الجزائر، تطبيقات عملية على الآليات مع متابعة دقيقة لأفضل الاختصاصيين، تربص ميداني في أكبر المشاريع والإنجازات في الجزائر. فجيام، لنبني معنا المستقبل.
تحية متجددة جمهورنا الرياضي الكريم، كل مشاهدينا عبر زاير تي في من البرج نحييكم مرة أخرى. ووقع هذه القمة ما بين الأهلي المحلي شباب أهلي البرج من جهة، والقادم من زفقايث من عاصمة الحماديين شبيبة بيجاية. الشوط الأول انقضى بنتيجة 0-0. خلاصة القول، أهلي البرج مشناش حرارة لعبي على أرضية الميدان. في المقابل شبيبة بيجاية التي تلعب إلى الخلف وتكتلت حول خطها الخلفي في انتظار 45 دقيقة القادمة. لا بأس أن نذكر بمشوار كلا الفريقين على الأقل في الأربعة لقاءات المنصرمة، هكذا باش يكون المشاهد الكريم على دراية. الجولة المنصرمة فازت شبيبة بيجاية بملعب الوحدة المغاربية على أمل بوسعادة بنتيجة عريضة 3-0. والجولة التي سبقتها عادت قلت بانهزام ثقيل نوعا ما من ملعب مسعود زوغار بالعلمة 4-0. الجولة التي سبقتها شبيبة بيجاية استقبلت الجار في داربي قمة بيجاية، الجار مولودية بيجاية رائد الترتيب، وانهزمت في استقباله ذاك بنتيجة 2-0، في حين فرض التعادل في اللقاء الذي سبقه على جمعية وهران 1-0. بالنسبة للبرج، البرج القائد الأسبوع المقبل من عين الفكرون من مدينة إيفكر من الولاية الرابعة بنقطة ثمينة عزز تواجده على مقربة من ثلاثية الريادة. اللقاء الذي سبقه قلت فاز البرج على غليزان هنا بهذا الملعب منذ أسبوعين بنتيجة 3-2، في حين اللقاء الذي سبقها هذين اللقاءين كان بعاصمة جوهرة الغرب الجزائري تلمسان، وانهزم البرج هزيمة نكراء هناك 5-0. في الصورة عبيد شرف ينتظر الكل طافرة انطلاقة المرحلة الثانية، هل ستكون مشابهة للأولى أم سوف تكون مغايرة؟ والأنصار مشدوهون بصافرة الحكم ينتظرون انتفاضة لاعبيهم، فضلا على الأنصار اللي رمي شاهدوا فينا في مدينة بيجاية من وراء الشاشة عبر الزاير تي في. الكرة تقص، ياتي كنا نشاهدوا فيه في الصورة مشتناش بزاف في الشوط الأول، مشتناش تحركاته اللي رو والفنا بها وعرفناها في عديد اللقاءات. حكم اللقاء يقول مخالفة لأهلي البرج بعد التدخل على زياد رفع عبد اللي مراد زياد حمزة على بعد 40 متر تقريبا من الشمال الغربي للحارس فين خضيري. فين خضيري في الصورة يوصي بغلق المساحات من جدار الصد إلى المراقبة الفردية، فرد بفرد لاعب بلاعب. والتوزيع نحو الرؤوس بناق وراء تفوت بردا وسلاما، تبقى الكرة بريجية. يستفيد زياد حمزة يستفيد من تماس عمران نحو الرؤوس مباشرة، لا أحد في الاستقبال. تشتيت ترجع مرة أخرى لعمران، عمران ماذا يفعل؟ يراوغ ويوزع تخرج للركنية، تصطدم بالخطأ قال تصطدم ببن سايح وتخرج مباشرة للركنية، الركنية الأولى في هذه المرحلة، المرحلة الثانية من هذا اللقاء ما بين شباب أهلي البرج وشبيبة بيجاية. منير زغدود، منير خديرية في الصورة، هو الرؤوس أوبا الهدف الأول، الهدف الأول كوريبيا إلياس، نعم إلياس أنت من سجل، أنت من حرر الأنصار، أنت من سجل على مرمى خضيرية، إلياس كوريبيا،
هل يتحرر الأمطار ويمسح العرق البارد على جبين كل من حضر هنا إلى ملعب 20 أوت أمام ابتسامة سقط بادية على محيا زيان شريف اليان قائد التشكيلة الجوية. والأنصار يتحررون كبيرهم وصغيرهم من مختلف أحياء البرج ومن مختلف قراها ومداشرها، هكذا يصيحون بأنهم عازمون على الفوز بأهازيجهم بهدافاتهم. يحررهم هذا الكوريبيا، هذا الياد، مسجل هدف السبت في هذا اللقاء بالدقيقة 47، دقيقتين شوفلي هذا شوفلي هذا، والراسية والراسية الراسية الراسية، واحد ما كان ينتظر فيها. رضا ينبسط، نعم أمين. فرحة كبيرة على مستوى دكة بدلاء لشباب البرتوا في مقدمتهم المدرب يمين بغرار الذي يبقى دائما لا يجلس على المقعد وإنما يبقى وقت. شكرا أمين، وهذه هي سجدة الرضا، سجدة الشكر لنياطي بالقاسم. كوريبيا، كوريبيا يعزز رصيده بالأهداف. قلت الياس كوريبيا مسجل 6 أهداف يضيف هدفا سابعا في هذا اللقاء منذ انطلاقة مشوار البطولة إلى حد الآن، هو هدف الفريق، هو هدف الفريق برصيد 7 أهداف إلى غاية الآن، وعلى مقربة من هداف البطولة وهدافي البطولة الثلاثي بالغربي ومترك وبالقاسمي. الكرة الجوية، اللقاء حرارة اللقاء تبعث من جديد، اوه حكم اللقاء يقول ولا شيء. الحرارة، حرارة تبعث في هذا اللقاء، والحماس يبلغ أوجه لا في المدرجات وأيضا في اللاعبين، ربما هو خروج شبيبة بجاية من القوقعة الخلفية، بغية على الأقل تعديل الكفة والعودة إلى دبكين بأقل الخسائر والتكاليف الممكنة. هكذا يباغت الجراد، يباغت الضيف البجاوي بهدف في الدقيقة الثانية برأسية ذكية من الياس كوريبيا. الكرة الجوية، والناس، والناس تغييرها، لكن ماذا يفعل؟ يصبه الناس مرة أخرى، لكن الأرجل الأبرايزية في المكان المناسب. الكرة ترجع مرة أخرى وراء الرؤوس في وسط الميدان والكرة العالية، الكرة ترجع الجوية. شريبعة، شريبعة فضل يرجع العياد زين شريف، زين حيث عياد وش تكفر الناس عفوا، بل هو عياد حمزة طويلة نحو الأمام في استقبالها الراس البرايزي. غربي مسعود تك الكرة وبناء هجمة عكسية سريعة، الوترية ثم القذف من بعيد توزيعه، لكن في الاستقبال عبد اللي مراد محولا إياها إلى الجانب الآخر، ترجع مرة أخرى، مازال الخطر يحوم، مازال تراثية تجربة في المكان المناسب، الكرة تبقى بريوية وسط الميدان، لا أحد في الاستقبال، كرة عشوائية مباشرة إلى حيث عمران، فضل يرجع مرة أخرى عمران إلى الأمام إلى حيث بوعافية وكوريبيا وإلياس مساعدية، عفوا أحمد مساعدية، هذا هو أحمد مساعدية في الصورة وتدخل موفق لعبدلي. الجميل في هذا اللقاء هو تفاعل الأنصار مع كل حركة هنا داخل المستطيل الأخضر، هنا على هذا الطب الفار ينفعل الكل مع أي حركة، مع مراوغة، مع تمريرة، مع قذفة، مع رمية، مع توزيعة، وانفعل الكل مع تسجيل هدف كوريبيا الياس في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني منذ 5 دقائق تقريبا، وهم عازمون على المضي بدعمهم وبتشجيعهم للاعبيهم. الكرة برايزية، ورضا
نعم امين. مدرب شبيبة بجاية منير زغدود يطلب من كل البدلاء تسخين لتغييرات قادمة على مستوى خطة اللعب، لأنه فعلا غير راضي مع بداية المرحلة الثانية والهدف المبكر الذي تلقته شباكه. هدف مبكر بالطبع. نعم. بالطبع هو ما أربكه، وربما سوف يكون هناك تغيير تكتيكي، ليس تغيير اللاعبين لكن تغيير تكتيكي داخل أرضية الميدان، فتح اللعب نوعا ما بعدما أحكم منير زغدود غلق اللعب طوال المرحلة الأولى واعتماده على بناء هجمات عكسية وتكون سريعة والرجوع حال تضييع الكرة إلى الخلف. هناك تغيير، وجب عليه أن يكون هناك تغيير، هو صوت المدربين كما يقال. أيضا رضا على مستوى أيضا الترتيب الآن، بلودية بجاي لحد الآن في 54 نقطة، ثم شباب البرج في المركز الثاني يحفز ب 50 نقطة، ثم جمعية أو تبقى لحد الآن شبيبة بجاية ب 49 نقطة، ثم جمعية أمل أو شبيبة بجاية عفوا ب 49 نقطة. العين على الوصافة، هو حرب الوصافة. هو لحد الآن الوصيف البرج، وفي المركز الرابع جمعية عين لا ب 48 نقطة، كل الأمور تبعث في هذه الجولة. وكذلك أمين، حرب الوصافة هنا بملعب البرج، حرب الوصافة وحرب ثالث بطاقات القسم المحترف الأول. أوه مساعدية، مساعدية ينفرد، مساعدية أوبابا، يستفيد من ركنية، بل هي ست أمتار، ست أمتار، ست أمتار ليست ركنية. مساعدية كان وجها لوجه. أحمد مساعدية 31 سنة، خريج مدرسة أمل مروانة. الكرة بجوية، تغيير الجناح تفتح اللعب نوعا ما، تفتح، شفنا لعب أكثر إثارة مش أكثر سكون رغم العوض والنسوج الكروية الجميلة اللي كانت في الشوط الأول. جميلة وعرقلة، عرقلة حكم اللقاء يقول خطأ واضح، خطأ واضح منك يا عزيزي يا عباد حمزة، يا عياد حمزة. عرقلة على كوريبيا إلياس مسجل الهدف. عياد انذار شفهي وروح رياضية، رغم كل شيء صدقوني روح رياضية، رغم أهمية اللقاء إلا أن اللاعبين أوفوا بوعدهم بعهد أن يكون هذا اللقاء وهو أنموذج لباقي لقاءات البطولة الجزائرية، من حيث التسامح، من حيث حرارة اللعب، من حيث الفنيات. زياد حمزة نحو الرؤوس بيمناه، لاعب واحد في جدار السد وبالسيح. زياد مباشرة، أوبوبو مباشرة للركنية بعد تدخل موفق لخديرية. الركنية الثانية في هذه المرحلة الثانية في مدة 10 دقائق. والحكم على يمين الحارس خديرية. نعم امين، والحكم على حق تمس من او من المرمى خلف شيوط بجاي طالب، اللاعبين بالابتعاد قليلا عن المرمى، ومساعدة الان متعادله مع جمعيه عين مليلة بهدفين مقابل هدفين. اذا عين مليلة هدفين مقابل هدفين مع بوسعادة. الركنيه في انتظار تنفيذ الركنيه. زياد طويلة، اوه مقوسة ولكن تخرج مباشرة إلى 6 أمتار للحارس سفيان خديرية. الكرة بجبريجية، يضغط يضغط أهلي البرج، لم يكتفي بهدف السبق، لم يكتفي مبدأ الأمان بطبيعة الحال مع محاولات مستميتة لشبيبة بجاية للعودة بالنتيجة. تدخل بن مسعود على غربي مسعود، بن مسعود يستفيد مسعود من خطأ بعد تدخل بن مسعود جانب من أنصار أهلي البرج، أنصار الكابة الجراد بألوانهم الصفراء والسوداء وقصة الأسود في ألوان الأندية الشرق الجزائري، قصة طويلة تمتد إلى غاية القرن المنصرم. أوه توزيعة سهلة للحارس، قلت تمتد
قد يمتد اللون الأسود وقس اللون الأسود منذ خروج في عاصمة الشرق الجزائري قسنطينة، منذ خروج النسوة متشحات بالسواد وسميت تلك ذاك الزي بالملاية، ملاية الشرق الجزائري الأسود حزنا وحدادا على وفاة أحمد باي. وعلى هذا النسق انطلقت أندية الشرق مع تأسيس شباب قسنطينة وغيره من الأندية الأولى بكسب اللون الأزرق، أندية قليلة إذا ما استثنينا شباب باتنا، مولودية قسنطينة واتحاد عنابة، المؤسس الحديث عن سنة 83، أندية قليلة في الشرق الجزائري ليس لها الأسود في ألوان فريقها، في ألوان ألبستها عفوا. الكرة بجوية عتلي يرجع للخلف إلى زيين شريف الياس، كرة في وسط الميدان حيث المسعود غير الجناح مباشرة حيث بن سايح فضل يرضى يرجع حيث جريبع، جريبع مرة أخرى يفضل بن شعيرة، بن شعيرة جريبع لكن يفضل يقدمها مرة أخرى جريبع، حوار ثنائي بن شعيرة، بن شعيرة توزيعة ممتازة بن سايح، واحد اثنين ماذا يفعل؟ توزيعة خذها بعيدة 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 يا بن سايح، بعيدة يا بن سايح بيسراك جانبت مرمى وإطار الحارس المتألق عمار مداح، إن شاء الله ما فيش إصابة، إن شاء الله ما فيش إصابة، إن شاء الله ما كانش إصابة يا عمار يا مداح، ربما هو تغيير يعني راح يكون، ربما هناك تغيير في هذه الأثناء في صفوف فريق أهلي البرج. عمار شوف اليمين بغرارة نادى على أحد اللاعبين المكلفين بعملية الإحماء لتغيير ملابسه بسرعة. الكرة بريجية، زياد، زياد توزيعة ممتازة وحيدا والراسية طويلة 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 مباشرة خارج أرضية الميدان من نياطي بن قاسم، خارج أرضية الميدان هو التغيير حاليا على ما أظن في هذه الأثناء سوف يكون تغيير لأهلي البرج. أجدني محظوظ وأنا أعلق على هذا اللقاء من وسط في المنصة الشرفية وسط أنصار ووسط إداريي ومسؤولي كلا الفريقين، شبيب بجاية من جهة وأيضا شباب أهلي البرج من جهة أخرى. نعم هناك تغيير، هكذا هكذا، هذا هو اللاعب اللي نادى عليه المدرب اليمين بغرارة. انتظار ما سوف يفرزه هذا التغيير، تمر 60 دقيقة، شباب أهلي البرج يفتتح باب التسجيل، هدف للبرج لا شيء لشبيبة بجاية، والضغط يزال برايجي في هذه الأثناء، تألما ورجوع إلى الخلف، تمريرات البينية والأرضية، هذه يتم تلعب لاعب أهلي البرج في هذه الأثناء، شوف كرة التسجيل، ثم توزيعة، راسية عبدلي مراد في المكان المناسب. ثلاثة أمتار للحارس خضيرية، ثلاثة أمتار للحارس خضيرية، أظن هو عثماني محمد ياسين سوف يأخذ مكان من؟ كان من اللاعبين أمين إذا كنت على مقربة من خط التماس، عثماني سوف يأخذ مكان من؟ بانت يا أمين رياضي اللي تكلمنا عليه منذ قليل، قلنا لعبه ما بانش، ما شفناش ما عودناش، ماهوش في فورما، ماهوش في صحنه كما يقال، اليوم تكلمنا قبيل انطلاقة اللقاء انه لعبه ما بانش نياطي يغير، انا ما اظن نياطي، كوريبا عفوا المسجل هذا، كوريبا مكان عثمان، كوريبا الياس مسجل الهدف وهداف الفريق بسبعة أهداف إلى غاية الآن، هو مسجل هذا الهدف. زين شريف تمرير الكرة وتخرج مباشرة التماس بعد ما هربت منه الناس،
زياد حمزة في تنفيذ التماس لصالح أهلي البرج. أوه دفع من الخلف من جريبعة. 60 دقيقة أهلي البرج هدف تسببت بجاية لا شيء، ولو أن القلوب كلها هناك، قلوب كل البرايجية بما في ذلك لاعبي شبيبة بجاية البجوية والبرايجية هناك في بوسعادة، وإفرازات لقاء بوسعادة مع أمل عين مليلة. إلى غاية الآن تعادل إيجابي هدفين في كل شبكة. زياد زياد باليمنى نحو الرؤوس. الهدف الثاني برشيش كوسينا، برشيش كوسينا هدف الثاني، برشيش كوسينا وكانه قال الهدف الثاني، الهدف الثاني برشيش كوسينا، الهدف الثاني كوسينا وكانه قال لكوليبا اخرج ونري راح نسجل الهدف الثاني. هكذا يفعلها ابناء البيبان، هكذا يفعلها الجراد ويعمقون من جراح ابناء ماكولايا. الجراد الجراد هدفين للبرج لا شيء شبيبة بجاية في الدقيقة 63، يضيف برشيش كوسينا الهدف الثاني على مرمى خضيرية صبيان. رضا نعم امين. شوط المدربين كان بامتياز من جانب شباب اهلي بورج بوراريش بهدفين منذ تقريبا 20 دقيقة عن بداية الشوط الثاني. نعم يقال بالعامية شوط البولينج وشوط الكوتشينج، هذا هو شوط الكوتشينج، هذا هو الكوتش اللي يقدر يضيف اللمسة نتاعو، يقدر يمد الإضافة الحقيقية لتشكيلته، كل ما يلقى فيها مكان شاغر ولا عجز في مكان ما ولا الأمور ما يسمش بطريقة عادية. الكرة برايجية مازال الخطر، ما كانش توزيع، تدخل موفق من عياد حمزة. الكرة ترجع بجوية مرة أخرى. هدفين صعب 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 أهلي البرج من مأمورية الجوية في العودة في النتيجة. رضا نعم. تغيير من جانب شبيبة بجاية سوف لم يتأخر كثيرا. نعم. شوفوا الإعادة، شوفوا الإعادة، شوفوا الإعادة، شوف برشيش كوسينا أرضية يضربها في الأرض لتصطدم بالأرض تدخل للشباك دون مرحلة انتقالية دون تمهيد. قال لهم أنا آسف سوف أسجل، وسجل سجل 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 بعد ما ضيع فرصتين من ذهب. هذا الكوسينا، هذا الاكسل، اكسل باللغه الامازيغيه هو النمر، اكسل كوسينا برشيش. الكره ترجع برايجيه، اكسل يضيف الثاني للاهلي البرايجي. الكره الجويه في البحث عن تقليص الفارق وتعديل النتيجه. رياح من ستكون يا ترى؟ هل هي رياح جويه لتعديل النتيجة ولتقليل الفارق؟ أرضية ولكنها ضعيفة، ضعيفة مباشرة إلى وسط الميدان في الاستقبال. عياد حمزة نحو جريبعة، جريبعة عبد الحكيم إلى عبد اللي مراد. رضا نعم أمين. سيدخل بعد لحظات اللعب رقم 17 من جنب شريبة بجاية بن ساحة بلال، ننتظر في المكان من. شكرا شكرا عزيزي امين، شكرا زميلنا امين ابو مني من على خطية التماس. شكرا. الكرة اذا ينفلت مساعدية، ينفلت ما كانش خطا، ينفلت ما كانش خطا، يضيع يضيع نفس اللقطة اللي ضيع دخول واول خطا ولحد الان امل بوسعاده يفرض التعادل على ثالث الترتيب. جمعيه عين ملال بهدفين مقابل هدفين، بنوديات بجايه لحد الان 0-0 امام شباب بتنا الذي يلعب ب10 لاعبين. شباب بتنا ب10 لاعبين. نعم. شكرا شكرا امين. والناس والناس ترجع ولكنها تفتك بالخطا، ترجع مره اخرى برايجيه
الخطر يقوم في هكذا ككفتي الميزان، يروح ويعود يرجع ما بين البرج وما بين بجاية والأهازيج والفيميجان وكل هذه الأجواء الجميلة يصنعها جمهور من ذهب يسمى هنا في البرج الجراد، هم أنصار أهلي البرج. سادات أمطار، نعم أمين، نستغل التوقف فقط لإعادة التذكير بالنتائج التي تمر عبر شريط السفلي لجزائر تي في. مولودية بجاية المتصدر 0، شباب بتنا 0، أمل بوسعد هدفين، جمعية علمي لها هدفين، شباب البرج هدفين، شبيبة بجاية 0، جمعية مهران هدفين، شبيبة اسكندا هدف، غالي معسكر هدفين، شباب عين البترون 1، مولودية سعيدة هدف، رائد القبة 0، مولودية العلمة هدف، جمعية أولمبي شلف 0،